عسلامة، مرحبا بكم يا أساطير في فيديو جديد. أنا يوسف ورجعت لكم اليوم في فيديو جديد أسطوري. الفيديو هذا على الأكادراجون الأزرق، التنين اللي نزل معنا مرة ثانية في اللعبة. لك هذا من أقوى لك في السكينات بتاع سلاح، لك أقوى سكينات في اللعبة في الفاير. هذا لك كلكم تعرفوا القصة بتاعه اللي أنا وقتها ما خذيتوش في آخر لفة ونسيت على الحدث وما أخذت اللاكا. الآن رجعوا نزلوه في اللاك رويال، وهذه هي الفرحة يعني اللي هما رجعوا نزلوه في اللاك رويال ونجموا ياخذوه الآن بكل سهولة. هذا هو اللاكا دراجون، هذا شكله في المستوى السابع. لو في الفيديو ذا في المستوى الاول هيك شكله، في الفيديو ذا باش ناخذوا لك وباش نجربوه ان شاء الله في الساحة تدريب ونشوف يعني مدى قوته، ونعطيه تقييم بتاعي انا، يعني نعطيكم تقييمي اللي هو به. اول حاجة شنو نحيو؟ نحيو هذا، نحيو هذا، يلا تأكيد. باهي شباب، قبل ما نبداو في الحرق امشيو حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل فيديو جديد في قناتي. باهي، اول لفة بتسعة ديمو، تخيلوا يعطيو هنا بتسعة ديمو. هاي بتسعة ديمو، اطلع ياكا، اطلع اكا، اطلع. باهي بقشي لفة ثانية بتسعتاش جوهرة، تسعتاش جوهرة تونا لك. يلا كل الأسلحة المتطورة خاطهم في آخر لفة، إن شاء الله لك أنا أخذو قبل آخر لفة على القليلة. هيا عاد أعطينا أكا دراجون، هيا أعطيني هنا في اللفة دي لك دراجون. هيا أعطونا لك دراجون، به لفة 199 جوهرة. هيا أعطونا لك دراجون، هيا ما عطونيش. مي بقاو خمسة بقجيت الاكا دراجون الابيض و الاكا دراجون الازرق. انا نقول ان شاء الله تعطيونا الاكا دراجون الازرق يا ربي، خاطر 299 جوهرة. والله برشا، خمسة بقجيت 299 جوهرة، مي 699 جوهرة واخذنا الاكا دراجون المستوى الاول. مازال مش رقيب هذول اللي عندنا توكن، عندنا توكن نزيد نعملو سكرين شوت ساعة، نعمل سكرين شوت احلى سكرين شوت هكا. واخيرا نرجعو يعني ما انا حبيت عليه برشا نستنى فيه، عندي برشا نستنى فيه باش نرجعوه في اللعب. باهي ناخذ الجوايز هذوما، كاين الانترنت ضعيفة شوية دقيقة نخرج من لك رويال نعاود نرجع. به خدنا لهنا بطاقة ذهب رويال. المهم توا خدينا لاكا دراجون وصار في الحساب بتاعي انا لاكا دراجون مستوى واحد. نجم الرقيبة نجم الرقيبة، معنا 155 توكن يا شباب، 155 توكن معنا نجم الرقيبة مستوى الثاني والثالث، ان شاء الله الرابعة زيادة. باهي ناخذو السكين شوت، باهي توا باش المستوى الثالث. اي سكين شوت مرة أخرى، والله هيك والله هكي ولا باهي معناه سكين ستوري ولا باهي كي نجمنا نطورو الليفل ثلاثة. المستوى الرابع ما نقدروش يعني الرقيبة المستوى الرابع خاطر عنا التوكن ما يكفيش. المهم معناها ولا باهي، اما في المستوى الرابع معناها تولي ميزته باهية، تدخل عليه ميزة تاع ليفل ماكس معناها، وفهمتوا عليه معناها. باهي خلينا نمشي نحطو توا في اللوبي في يدنا، نمشيو فيسا فيسا نجربو في ساحة التدريب ونعطيو عليه يعني نعطيكم رأيي في السكين. هذا هو الأكا دراجون، والله من احسن الاسلحه اللي نزلت.
به في المستوى الرابع اللي عنا 2 معادلة إطلاق النار، هذا نسي وش معناها. واو واو يا شباب، والله سكين أسطوري، سكين يعني في التأثيرات وفي في الشكل في كل شيء به. خلينا نشوف في المستوى، في المستوى الأول هكي كان كي، في المستوى الثاني ولا سرعة الحركة ناقص 1 كانت ناقص 2، في المستوى الثالث ولا هكا يعني الشكل بتاعه، المستوى الرابع عنده تأثير الضرب وعنده معادلة إطلاق النار 2 زائد، المستوى الخامس ألين يعني لما تخت تجلد 1 هيك يصير لوت بوكس تمام، والتأثير القتل معناها كي انت تضرب الهكا هذايا هكا تأثيرات بتاعه. في المستوى السادس باش يتغير شكله وباش تفتح القدرات الإضافية، نقاط إضاف ضرر إضافية عند إطلاق النار على جدار رجله. في المستوى الأخير مظهر آخر جديد رائع أسطوري، ويرحاتوك الرقصة دي، رقصة كمان أسطورية يستعملها أغلب اللاعبين في فري فاير. به الآن يلا نمشي طبعا، نمشي تدريب نجرب مع بعض سكين ونرجع لكم. Chegou a hora, solta o som. Hey, yo, Parrish, this shit high, boy. You know me, she don't know me. Limousine riding, pull up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She say she love me, but I know the bitch. Rolling up a pint of the codeine. Shawty says she know me, she don't know me. Limousine riding, pull up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She say she love me, but I know the bitch lying. With me fast enough. You talk too much shit, but don't back it up. Shoot on deck if you're trying to get backed up. It's broken boy, bitch, I don't need to throw hands up. I put that on my mama. Text sipping, got me sweating like a sauna. Acting like a bitch, where you fuck with the drama. It's only 2 pops, lil' but then you a goner. Yeah, broken, goaded up. Pop my cape and run it head up. Make that bag, I'ma give it to my mom. At the end of the day, that's the only one I got. She's rolling up a kind of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She say she love me, but I know the bitch. Rolling up a kind of the codeine. Shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She say she love me, but I know the bitch lying. Heavyweight, heavyweight, yeah, big body. Lexus, Bentley, X bitch want me. Heavyweight, heavyweight, yeah, big body. Lexus, Bentley, X bitch want me. Hardy little punk boy, get this big. Hard in a bitch, I'm Canadian, I'm good with the sticks. I'm 5'5", but little boy still a midget to me. It's cause I'm money shit, little bitch, I made it to the big league, yeah. Broken, goaded up. The only one I got. She's rolling up a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She say she love me, but I know the bitch. Rolling up a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She say she love me, but I know the bitch lying. By myself and still excel. Everything.
وكي نكونو كملنا جربنا سلاح لكا دراغون الازرق جربني وعجبني برشا برشا. هذا سكين مش نعطيه تقييم 10 من 10 ومن احسن السكينات في فري فاير في لعبة فري فاير. انصحكم يعني تمشيو تجيبوه فما 55 يوم هو هبط معنا يوقعد 55 يوم تنجمو تجيبوه. و فعلا سكين اسطوري حتى شفتو في يعني كيفاش لعب وجربتكم يعني. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم. اتمنى هذا الفيديو عن جد عجبكم، اتمنى تكونوا مسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، واذا كنتم مشتركين فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد في قناتي. فكان معكم يوسف، الى اللقاء وان شاء الله اشوفكم على خير.